السلام ومرحبا بكم في هذه الجلسة. معكم الدكتورة هاجر المسيرة باش نعرفوا المنطقة. احنا اليوم باش نجاوبوا على سؤال برشا ناس يتساءلوا فيه اللي هو شكون اللي ما ينجمش يصيروا النهار. بالطبيعة الصوم في حالات معينة بشكل خطر على صحتنا وحياتنا، باغ اكزومبل مرض السكري تيب 1 نفس الصوت الانسولين. كما نعرفوا كل مرض السكري النهار مقسوم على نوعين اللي هما تيب 1 و تيب 2. بالنسبة لتيب 1 الصوم عندنا مش محدد بالكل، ما ننصحوش انو يصيموا خاطر مستوى الانسولين فما خطر انو معدل السكر في الدم يطيح وحتى ما يحسوش بيه. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو تيب 2 اللي هما فيهم مستوى الانسولين وفيهم مستوى الحرارة، الناس هذوما لازم ما ننصحوهمش في حالات معينة انهم ما يصيموش. مثلا اول حالة هي الناس اللي يصحلها السكر وما يفيقش بيه، معناها تعمل ديسكريبسيمية فريكونت والا ديسكريبسيمية نون سونتي، معناها ديما يصحلها السكر والا يصحلها وما يفيقش بيه. نورمالمون الناس هذوما يبدو عملية تحاليل قبل شهر رمضان. ثم أنا تحليل نعملوه مش نشوفوا السكر بتاعنا النوم ولا لا، اللي هي الهيموجلوبين الليكي. ممكن مرض السكر يعرفوه التحليل هذا، الحين هذا إذا فات 10 دقايق معناها السكر في الكتلة الأشهر الأخيرة اللي بعد شهر رمضان مش نورمال. دونك الطبيب بالطبيعة لا ينصح إنه المريض هذا ما يصيرش. ثم أن ثم أمراض أخرى كما مرض الكلى المزمن وإلا فما أمراض القلب، فما الناس اللي عندهم جلطة قبل، الناس اللي عندهم جلطة تاخد في دواء لجلد الدم السلطات والأرباع وإلى أنواع أخرى. هذوما لازمهم ما يصيموش خاطر لازمهم ديما يكونوا بيان براسي، لازمهم معناها ما يشوفوش من الماء، لذلك ننصحهم إنهم يصيموش. فما أمراض الكبد، معناها الكبدة تبدا ما تخدمش بالكدا، في الحالة هذه لازم ما نصحوش انو يتيمو خاطر كيما نعرفو الكبد عندها دور مهم انها تنظم معدل السكر في الدم.